ربي دخيلك تضبط هالشغلة يا رب، توفقني يا رب. وطي صوتك انت وياه، هلا بتفيق دينا وبتعملنا موال. لك هي مثل الجاج بتنام على بكير. شو بكر انت التانية؟ قربت الساعة تصير وحدة، بكره بتنط وبتقول اذا مستقبلكم مو حاممكم، انا اهلي عم يبعثوا لي مصاري مشان يعلموني. بتقولي ما في حدا درس غيرها؟ لك الله وكيلك، من الصبح حاطه لي هالكتب وقاعده، بتدري شو عم تقرا؟ اتركوها بالحاله، الله يعينها، لا فوتي ولا طلعه ولا حتى رفقاتي. لك والله عامله من ايدها، ما شفتيها وقت قرينا الاعلان شو ساويت؟ تصطفل ولو تنقبر. شيلها مسيرتها يا شو بنات، شو مشان الشغل؟ انو شغل؟ لك شو بكن يا بنات؟ المندوبات 15% نسبة. هلا من كل عالكن عم تحكوا؟ شو فيها يعني اذا درنا لنا على كم محل؟ اعتبريها تفتيلة مشوار على السوق. شلون شو فيها؟ اي والله اذا دري واهلي بيذبحوني. ورا شو راح يعرفون لاهلك مثلا؟ انت هون بالشام وهن بقارة تانية. يا حبيبتي اهالينا لساتهم بالقرن السادس عشر. بعدين الحياة تعتمد على شيء واحد بس اسمه اعلان وتسويق. بعدين اذا ما عجبنا الشغل بنترك هالهم. ايه مزبوط، بعدين نحن مو خسرانين شيء، بالعكس ممكن نربح. انا ما عندي استعداد فوت على المحلات مثل الشحادين. ايه طبعا حبيبتي، انت ملاقي مين يصرف عليك، بس نحن يا حسرتنا من وين؟ والله انا رح اجرب. شو انتو بنات؟ ايه وانا كمان. رجاء وين شاردة؟ لا ولا شيء، عم فكر بحكيكم، ومثل ما عم يقول الصبايا خليني اجرب احسن ما عنده، ما انا خسرانين شيء. ماشي، معناتها بكره بتحضروا لي حالكم يا صبايا. ايه بسرعه ولا شو؟ لا بس شو بدنا نلبس؟ ما حدا مننا عنده قطع عليها ضو. روحوا بكنزات وجنزات على اساس سبور. شو امينه، ما بتغيري رايك وبتروحي معنا؟ حبيبتي انا ما رح غير رايي، انا مو ضد هالشغله بس مو بهيدا البلد. بالنهايه كل واحد له رايه، وانا متاكده انه ما رح تحسنوا تكملوا. ما رح تحسنوا تكملوا. تصبحوا على خير. بكره بس لنزنقل، ما تقلي لنا يا ريت ويا ريت. لكن حبيبتي نحن اذا اشتغلنا ما عاد بصير بدهن عالم جداد، واحسن اذا ما رحتي بنستعير شوي من كنزاتك. ايه تكرم عينكم، هاي الغزاله خذوا يلي بدكم اياه منا. تصبحوا على خير.